حقيرة، وهو يعد دولة من دول العالم الثالث. ولكن عزيزي المشاهد، سيصدمك هذا الخبر، فإن لبنان إذا قام بهذه المعاهدة وهذه الاتفاقية سيكون أغنى بلدا في العالم. وقد تصدمك المعلومات التي سنقولها لك، إلا أن لبنان سيكون أغنى من روسيا وحتى أيضا من فرنسا وبريطانيا مجتمعة، فإن شركة توتال الفرنسية ترغب بتلزيمها المربع رقم 4 من العشر مربعات الموجودة على الشاطئ اللبناني. فقد أظهرت الأقمار الاصطناعية أن 9 مربعات كلها على عمق 250 إلى 300 متر، لكن المربع رقم 4 هو على عمق 1300 متر. لكن قامت شركة توتال بتصوير المربع رقم 4 ومعرفة البئر فيه وعمقه والكمية، فتبين لها أن البئر رقم 4 الذي يوجد على عمق 1300 متر، أي أكثر 1000 متر من بقية الآبار في لبنان، هو بئر صخري يمتد على طول البحر الأبيض المتوسط وأكبر من احتياط روسيا وقطر، وإنه يشكل أكبر ثروة على البحر الأبيض المتوسط. نعم عزيزي المشاهد، ويقع قبالة ما بين مناطقه الساحلية الثلاثة جونيا وجبيل والبترون، ويحتاج إلى حفر 12 أنبوبا ضخما لاستخراج الغاز، وإن الإنتاج فيه اليومي سيكون إذا أراد لبنان ذلك أكثر من إنتاج قطر وروسيا سويا. رغم أن روسيا تزود كل أوروبا بالغاز، وقطر تزود كل أمريكا الشمالية والجنوبية والصين بالغاز، وقدرت شركة توتال أن أكبر بئر في العالم موجود في القطعة رقم 4 على الشواطئ اللبنانية، كما أنها تحتاج إلى مشاركة شركة إيني الإيطالية والشركة الضخمة الروسية كي تستطيع إنتاج الغاز. وسيتم إقامة 12 مخرجا للغاز على أن تكون حركة السفن 24 سفينة في اليوم الواحد. وهنا عزيزي المشاهد الطامة الكبرى أو الحدث الأكبر، فقد قدرت شركة توتال مدخول لبنان من الغاز السائل ذات الجودة العالية ب 110 مليار دولار شهريا، وهذا المبلغ تحصل عليه الحكومة اللبنانية نقدا من الشركات الدولية، وبالتالي سيتحول لبنان إلى أغنى دولة في المنطقة وربما أغنى دولة في العالم على صعيد مساحته. كما دعت شركة توتال الفرنسية حكومة الرئيس ماكرون إلى التفاوض مع لبنان وتسليم فرنسا المربع رقم 4 دون مناقصة، على أن تحصل الشركات الفرنسية على 30% من أرباح الغاز، وتحصل الدولة اللبنانية على 70%. وتقول شركة توتال أنه يجب عدم حفر بقية الآبار